क्या हुआ उसको? ठंड हो रही है। अच्छा मान लो आज जैकेट पहन कर आती है। नहीं एसी बड़ा अच्छा चलता है, मुझे तो खैर पसंद है ठंड। यहाँ की ठंड अभी जो महसूस हो रही है मुझे वो याद है। वो तो ऐसे है कि जैसे वी नाउ ओन द वर्ड तरबिया ऑन ऑन गूगल। और कुछ भी नहीं शो अप होता ऐसे। मैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता रहता हूँ ना अपनी साइट के लिए भी, तो मैं इन चीज़ों को करता रहता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट ऊपर से रही है। पहले दूसरे लिंक पर आ जाए ना तो फॉरगेट, इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله أكبر الله أكبر
ratio. Yeah, just have me. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا تواصوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله
سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويستغفرون للذين آمنوا
رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله سمع الله لمن حمدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم
كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يسروا
سيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وليدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباد وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار
قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله يا الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام السلام الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله الله لمن حمده. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه وآواه. الحمد لله الذي يجزي بالحسنة إحسانا وبالسيئة تجاوزا وغفرانا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله نور النور. الحمد لله القائل يا عباد إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب كلها فاستغفروني أغفر لكم. الحمد لله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الحمد لله الذي ترفع إليه القضايا. الحمد لله الذي يرفع البلايا. الحمد لله الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الحمد لله الذي حكم على العباد بالفناء فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان ملك الأملاك ومدبر الأفلاك. سبحان من يسيرنا في البر والبحر. سبحان من يستوي عنده السر والجهر. سبحان من يستوي عنده السر والجهر. سبحان الرحمن الرحيم. سبحان الرحمن الرحيم. سبحان الحنان المنان. سبحان الحنان المنان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا
أبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل اللهم الجنة هي دارنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما ومن الشر معصوما. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل منا الصيام. اللهم تقبل منا القيام برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نرجوك في ليلتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا في ليلتنا هذه من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا متكبر. نسألك يا ربنا أن ترفع الظلم عن المظلومين والاضطهاد عن المضطهدين. اللهم لا ولي لهم إلا أنت. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت. اللهم لا تخيب رجاءهم فيك. اللهم لا تخيب رجاءهم فيك برحمتك وقدرتك يا عزيز يا جبار. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين والاضطهاد عن المضطهدين يا حي يا غفور يا قهار يا متكبر يا جبار يا قدير يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله from because inshallah for every time salam.
No, but he's leaving. He prayed for all Muslims. So. Yes. No, no, listen. I think I was not sleeping. I was out. No, because the first part you were just raising Allah. Allah, Allah, Allah. Inshallah, he said he will. But tomorrow, pray behind him. As soon as he starts to cry, go over there. I can promise. Then he wake me up. I'll give you a guarantee. Allah will accept it. Okay. When? Pray. When he finished, wake me up and I will say Ameen. I'll say Ameen for me and my brother Shai. I don't have a problem. The only thing now I have is
قلنا ما شاء الله من منك قد اشتهم دحين صار مثل السيف تمام هذا الشيخ يقول لي قال لي حنستشير وليس عندي بالسيارة قلت له ايوه ايوه حنستشير بالسيارة ويقول لي قال لي حنستشير قلت له ان شاء الله حنستشير قال لي واحنا بالطريق قال لي قايل له عندي قال لي شعب قلت له اطلع بعد الجمعة وبعد والله ما عرفتك لا
خلاص الشيخ عبد الهادي قال احتمال مش هيكون موجود للتهجد الليل. قال هذا قال انتم شكرا ركعتين وانتم شكرا ركعتين. لا 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 هم جاكم وانت ان شاء الله في يوم اخر. لا تجي ضروري حكون موجود بشعرينا بدنا نسمع صوتك. لا انتم يا حبيبي صوت آل عمران ولا البقرة سورة الزمر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم.
يلا يلا هيا وحيبيع كويس وين ما دير مين يسلم علي محمد اخي انت انت بيعت لنا البنت قلتي هذه ما تشوف الا في اليمن احنا كذلك السلام عليكم محمد السلام يسلم علي ويودعني يسلم علي ويودعني وداعا وداعا حتيجي في التهجد جيب جيب قوم ولا تتكاسل انت نوم طول اليوم وتسبك ساعة العصر في النوم أربعة العصر في النوم والساعة أنا ما بنام بالليل والله ما أنا مش بالليل قم قم